السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلاب هنتكلم دلوقتي عن تعبير من التعبيرات الاصطلاحيه اكسبريسيون ايديوماتيك ترى لو ديابل بار طبعا تيري يشد وديابل شيطان وبار لا الديل ما ينفعش اقول يشد الشيطان من ديله لا التعبير معناه ان بازا اسي دارجون بور فينير لو موا يعني ما عادش معاه فلوس من فلوس الشهر خلاص مرتب مثلا عشان يكمل بايه بقيه الشهر اكزام تو با تو باريس سات انت هتتفسح في باريس الصيف ده فينالمون نو اطلاقا اون سو مومون لو ديابل بار لا ده انا معيش اكمل حتى الشهر الْأَخْرُ خالص تحياتي